السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو إن شاء الله اللي غادي نصوروا فيه الطريق ديال تافوغالت الجديدة، وهذا الفيديو درناه رغبة عند طلب بعض الأصدقاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. والكرام، وصلنا لنهاية ديال الفيديو، وكالعادة دائما نحاولوا نبين لكم كل ما هو جديد. إلى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة، بارتجوا الفيديو مع الأصدقاء تاعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.